لو الحكاية فيها إن فيتو كان هنا المكان ده اللي انت واقف فيه ده اللي بتصوري فيه ده مكان الكمبوش. انتوا منورين الدنيا كلها. ده المكان بقى اللي واقف فيه. زكاة المدرسة بتخلي الإنسان ده راقي، احنا بنخلي الجمهور راقي، لأن المسرح ده أساس من أساس الدولة. الدولة الراقية اللي فيها مسرح راقي، فيها أوبرا راقية، فيها مكان، هو ده هو هي دي هي ده هو ده المسرح. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا اسمي محمد زيان، ملقن من سنة 73، وعشان كبر سني بقى وبتاع وقديم في المسرح فسموني شيخ الملقنين دلوقتي. طبعا مهنه الملقن دي ما اندثرتش ولا حاجه زي ما بيقولوا، وده كلام فنانين عشان يبان ان هو يعني بيحفظ وبتاع، هو ما بيحفظوش ولا كلمني. محمود مني قال لي معلش انزل انت عشان انت يعني بتلقن معانا في البروفات وبتاع وبتقف معانا، فاقف النهارده معانا. فنزلت الكمبوشه ودي كانت شفاط تكييف الهواء بتاع المسرح كله. كان يوم عصيب يعني، كان اول يوم انزل فيه كمبوشه في حياتي. الكمبوشه دي طبعا فيها هواء جامد جدا، فادوني بطانيه حطيتها عليا، بقيت قاعد زي اللي قاعد في الجبل كده في وسط الهواء، وبقيت القن. فمحمود المليجي من يوم ده قال لي انت المعلم بتاع اللعبه دي خلاص. انما مهنه الملقن دي اصعب مهنه في مصر، هي المايسترو بتاع العمل، مايسترو زي مايسترو بتاع المزيكا كده، هو المايسترو ده بتاع المسرحيه كلها. معايا في حته الكموشه دي كان نجاح الموجي. نجاح الموجي يشيل الكموشه وينزل يقعد يتخانق معايا ويشدني ويضربني بالراس وحاجات كده. نجاح الموجي وخدها بعد كده محمد نجم، عملها مع زميلي يعني لينا، بس كانت طبعا كان اول واحد كانت نجاح الموجي ووحيد سيف. نجم كبير قوي، خبطت له بالقلم كده، بص لي قلت له قول كذا 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 عشان اكمل المسرحيه، وهو مش عايز يقولها. قلت له استاذ قول دي عشان دي مش هيمشي، كل الكلام اللي فات ده مش هينفع لما قلت له الجمله دي. عمل لي بايديه كده شاور لي يا استاذ، فراح مقرب مني قال لي نعم في ايه؟ قدام جمهور كل ده. رحت انا ماسكه من رجليه وبرباط جزمته، رحت ربطه في الكمبوش. قلت له المصحة ما هتتحرك من هنا لما تقول الكلام ده. يعني دي شنطة حمزة بقى؟ شنطة دي شنطة زيان. شنطة زيان ده جديد بقى، فيها كل حاجة. لو مشيت بقى مثلا ومعايا شنطة تانية مثلا خفيفة ولا حاجة، بص ليه نقول الله. طب انا كنت حاطط دواء هنا مثلا، مفيش الدواء نسيته في المدير، ما بنساش بحط فيها الدواء بتاعي، انا عندي القلب كده فباخد ادوية القلب حاططها. يكون على مسرح الريحاني ولا احد يعلم، وانا اول واحد بقول ايه طلع في الكباري برقص وبتاع، اول واحد ومحدش يعلم الا في التحية في الاخر. نجاح الموجي بيقول لي مال امك، لا لو بوزك ليه النهارده؟ فقلت له لا مفيش حاجه. لا في حاجه، قلت له مفيش حاجه والله، ابويا مات ودفنته النهارده. فدخل مسك ايدي على الجمهور وقال لهم الراجل اللي كان بيضحكوا طول المسرحيه ده محمد زيان، ابوه توفى النهارده ودفنه وجه مثل على المسرح. ودي طبعا ما حدش يقدر يعملها في اي، ازاي ابوك وانت الكبير بتاعه تدفنه وتيجي تمثل؟ يا جماعه المسرح صعب وملقن ربنا معاه، ما بنموتش الا بالقلب ومخ واعصاب، الحاجات دي كلها بسبب هذه المهنه، ربنا يتوب علينا منها. فيتو.